قتال تشبال بالاستقبال وتتخطف وهجمة وخطار وجول خالد بيبو خالد بيبو تجيله كرة أمامية يخطفها وعشان يعني بتفكرنا بكرة سان داونز ضربة ركنية وهدف لسه بقول لحضراتكم بيجوا من الخلف للأمام وما كانش مراقب اللاعب هنشوف رقم كام وبيعملوا كده حكاية كده ماشي خالد بيبو الناحية التانية حلوة قوي قوي مش أوفسايد وحسام وهدف جميل 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 من صنع خالد بيبو وفيها فكرة جميلة من خالد بيبو بقول لحضراتكم الرجل التاريخي ياخد الكرة شوفوا يلعب كرة حلوة قوي قوي للمتابع ويحطها حسام غالي بدماغ بيبو بس سواء بالتمرير هوبا جول السلام إصاب الحضري ضحك على العالم كلها ضربة حرة مباشرة وبريان بالوي طالع بره منطقة 18 زي ما انتم شايفين وعصام الحضري بيحط حتة كورة وإنما خدها رضا وممكن يلعبها بكعبه حلو قوي وفين اللي هيستنى كورة إبراهيم يا راجل بتبقى فين هنا على طول يا سيد جول 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 شفتوا اللعب السريع من الصبح من اول ما لعبنا واحنا بنقول اي كره سريعه واي تمرير سريع الفرقه دي هتقف ياخد الاسم عماد جول داخل وامسكها صعب يا ولد يصد اسامه جول هو جول لنادي الاهلي اسامه حسن ثاني تسديده لنادي الجيش الملكي المغربي جوه جول جوه جول داخل ولعبها حلوه لعبها تاجي محمد هيلعبها لطفي عادل جوه جول اسلام جوه جول جوه جول الرابع داخل وامسكها ثاني حاجه وخلاص كده فوز نادي الاهلي بكاس السوبر رقم 14 بيحصل عليه للمره الثانيه نادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم كده قبل كده سنه 2002 ويحصل على الاستاذ عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم وكابتن سليم زاهر رئيس الاتحاد المصري لكره القدم من شبكه راديو وتلفزيون العرب للبيست سكور واستاد القاهره ان اليوم في احلى صور مثل النادي الاهلي سجل اربعه هو بدي بقى يلا 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 جميله قوي جميله قوي هو ده الكاس هو ده الكاس الجميل حلوة 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 خمس ضربات ترجيح الخمسة كلهم جوه جول بالمهارة والفكر العالي يا سلام يا عماد عماد النحاس ينهي ويفك اللغز ويجيب لنا الأكسجين يا راجل خلينا نتنفس حلوة صورة جميلة قوي قوي بالكأس كأس السوبر ومانويل جوزيه ماسكو ما أحلى الانتصارات ما أجمل الانتصارات الانتصارات مش نصر يلا يا عبد الله يلعبها الرامي سدد يا رامي سدد يا رامي هوبا سدد يا رامي سجل يا رامي افرح يا رامي فرح جماهير النادي الاهلي يا رامي لسه بقول له سدد يا رامي ورامي سمع كلام رامي قال له سدد يا رامي فرامي سدد وسجل رامي ربيعه يا سلام يا سلام هو ده كان عدى وفات هات وخد حلو عبد الله مره ثانيه ناحيه اليمين بقى ايوه كده بركات بركات انت بركات انت بركات انت بركات انت بركات ما تعملش عرضيه بركات وبركات ملك الحركات
سجل وهدف للنادي الاهلي. يا سلام يا سلام، بركات عملها وكلمته قالها واحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي. عملها بركات، خلصها بركات، نهاها بركات على ارضية ميدان ملعب القاهرة الدولي. انطلق من هناك عن طريق ناجي جدو، يرجع لسيد معوض، سيد معوض يبحث عن ناجي جدو مرة ثانية، الحقها الكرة والتغطية الدفاعية تبقى لعناصر النادي الاهلي بواسطة حسام عاشور على الجهة اليمنى، يوصلها لاحمد فتحي، احمد فتحي والتوزيع في القائمة تعلو، خطيرة، با با با، جول جول لصالح الاهلي المصري بعد 23 دقيقة لعب. شوف الإعادة مرة ثانية، هل كان في وضع التسلل ام لا؟ محمد ناجي يأتي أقدم من هكذا من خارج النادي الأهلي، كرة طويلة وصلت مباشرة لموسيدان، يراقب الكرة بيسرى موسيدان، أوب 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 أوب، جول جول، هدف في منتهى الروعة عن طريق قسا، الهدف من العمق هذه المرة من عمرو جمال بروعة، يسجل الثالث وينقذ الأهلي من ظروف صعبة وصعبة كثير في وقت كان النادي الصفاقسي بصدد العودة في المباراة. شوف المراقبة والتوزيعة بالكيفية الرائعة جدا وسط دفاع النادي الصفاقسي الذي بقي يتفرج على عمرو جمال وهو يرتقي ويضع الكرة بكل سهولة على يمين الحارس رامي الجريدي مسجلا الهدف الثالث للأهلي. 3 أهداف مقابل هدف واحد صارت الأرضية، العرضية من هنالك لحسين الشحات، كرة خطيرة، كرة خطيرة لصالح عناصر الأهلي والتسديدة، جول، كرة خطيرة والتسديدة وجول، ها هو الفارق يصنع في اللحظات الحاسمة، ها هي الخبرة والتجربة، جول 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 جول، يفعلها صلاح محسن ويسارت بفوز الأهلي، النادي الأهلي المصري الذي يتوج مجددا بلا جول 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 مجد جول كرة جول، السلطان هو سيد هذا الميدان، زعيم القارة الإفريقية بنجوم القوية مالون شريف أفشا والبقية، يا سادة العملاق القاهري يلعب لعبته في آخر الزمان، الألقاب غرامه بفضل قوة أقدامه، هذا هو الحكم الكونغولي جون جاك أنس زنيتي، وعلي علي جول، علي جول، معلول جول، عزريدة رائعة رائعة، يتقدم ويمشي بانون رايعة وقوية، ممتاز، يتقدم يمشي الوردي، جول جول رب باليسار بيرسيتو، اوكي ممتاز، يحاول التسويب حدودي والنجاح رضوان رائع، التسويب رائع، يتقدم وطار يمشي متولي متولي، يتقدم يمشي عبد الإله مذكور، يتقدم